بضغطة واحدة بس هتقدر تحول الويب سايت بتاعك لأبليكيشن موبايل، وده عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي. وكل اللي هيكون مطلوب منك انك تدي للموقع اللينك بتاع الويب سايت بتاعك، وهو على طول باستخدام الذكاء الاصطناعي هيقدر يحوله من ويب سايت لأبليكيشن موبايل في دقايق. الموقع اسمه twinner.dev. الموقع ده رهيب جدا، تخيل انك فعلا في خلال دقايق هتقدر انك تحول من ويب سايت لابليكيشن موبايل. ومش كده وبس، ده كمان هيقدر يعمل لك نسخه اندرويد ونسخه اي او اس. بس هنا في مشكله بسيطه شويه، ان النسخه الاي او اس هتكون بفلوس، الويب سايت مش فري للاسف، بيديك محاوله واحده بس انك تعمل نسخه ابلكيشن موبايل اندرويد عن طريق الموقع، دي بتكون فور فري. لكن لو حبيت انك تعمل نسخه اي او اس منه هتضطر انك تدفع اشتراك شهري كده، وعلى فكره رمزي جدا، يعني اقل بكتير من انك تروح تدفع للبروجرامر عشان يعمل لك ابلكيشن موبايل من اول وجديد. وبس كده، سلام.